اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بنتعلم ونستفيد سر من اسرار الضيف الموجود معنا. والنهارده الحلقه بتاعتنا هتدور في اطار اجتماعي، هنتعلم كيفيه تربيه ابنائنا، المشاكل اللي بتواجههم، ايضا هنعرف اهم المشاكل التي تؤدي الى الطلاق بين الازواج. طبعا معانا ومعاكم الداعيه الاسلاميه استاذه شاديه عامر. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه شاديه. اهلا وسهلا، نورتينا. نورك حبيبي. اهلا وسهلا بك استاذه ايه. في بدايه حلقتنا استاذه شاديه كنت عايزه اعرف من حضرتك تخصصك ومجال حضرتك ايه. هو انا مقراه القران الكريم بالقراءات العشر ومعلمه تجويد وكاتبه في علم التجويد ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه شاديه. اهلا. حضرتك كنت عايزه اعرف حضرتك الفت كتابين. رسالة إلى ولدي، والكتاب الثاني إسعاد الأجيال. إن شاء الله. فكنت عايزة نبذة صغيرة كده عن الكتابين. هو إسعاد الأجيال ده كتاب علمي عن علم التجويد بشرح تحفة الأطفال. تمام. ده نظم في شرح يعني في التجويد عموما، فعملت عليه شرح ميسر للطلبة وكده. ده الحمد لله الطبعة الأولى نفدت ولقى يعني نجاح الحمد لله، ومعروض علي أن أنا في تعاقد يعني مع كذا دار للنشر، عايزين ينشروه يعني وكده يجددوا محتوائي. أو هو بيتكلم عن إيه أستاذة شادية؟ التجويد، تعليم التجويد. هو الكتاب بيشرح نظم اسمه تحفة الأطفال. تمام. أبيات شعرية بتعلم التجويد، تجويد القرآن الكريم. تمام. حضرتك من وجهة نظرك الطفل بيحتاج مدى قد ايه عشان يحفظ القرآن بالتجويد؟ هو الطفل عموما احنا عندنا يعني ما شاء الله الأطفال من سن 3 سنين بيبدأوا يتكلموا كويس جدا. أوكي. لو الأهل بيهتموا الأول، أول حاجة ممكن يعلموا الأول موضوع التوحيد ومن هو الرسول ومن يعني الحاجات البسيطة اللي تعرفوا إن هو مسلم. تمام. من سن 4 سنوات، أنا في وجهة نظري سن 4 سنوات يبدأ حفظ القرآن الكريم. في نظام اسمه 5 في 5، نظام اسمه 5 في 5 للأطفال. تمام. وللكبار كمان عموما، يعني اللي عايز يحفظ حاجة اسمها 5 في 5 يقول إزاي 5 في 5. هي كل يوم 5 آيات، أول 5 آيات نزلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام. كانت إيه بداية الوحي؟ اقرأ، فإحنا أمة اقرأ. فكانوا أول حاجة اللي هم الـ5 آيات إيه في أول أي سورة إيه العلاق. تمام. فلو إحنا بدأنا من سن 4 سنوات نعلم الطفل كل يوم 5 آيات لمدة 5 أيام، 5 في 5، 5 آيات في 5 أيام، وبنديله مثلا خميس وجمعة دول أجازة علشان إيه مراجعة الـ25. يعني في الأسبوع كده 25 آية. تمام. إحنا لو حسبناها في عدد شهور السنة يبقى هيحفظ حوالي 1200 آية في السنة. حلو جدا. 1200 آية. تمام. قسمي بقى عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية على ال 1200، هتلاقيهم 5 سنين وشهرين وأسبوع. تمام. طيب استاذه شادية، اللي هو يقدر يحفظ يعني قبل ما يكمل الـ10 سنوات يكون حافظ القران كله، بل كمان ممكن نقدر ندخله في علم القراءات بعد ما يخلص القران. كنت لسه اسال على حاجه. حاليا بنتكلم عن الصغيرين، طبعا ذهنهم فاضي ما فيش حاجه. لا ده هيقبلهم. لا، وعلم القراءات بالنسبه ده في اطفال ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني عندهم 10 و12 سنه ما شاء الله في القراءات العشر حاجه جميله جدا. اكيد ما شاء الله نستفاد الطفل وهو لسه ذهنه صافي ونعلمه حاجه زي. حتى لو هتقولي اصل مش عايزاه يبقى شيخ، انا ما بقولكيش بقى اعلميه يبقى شيخ، ده الاساس. زمان كان اول حاجه بس يا استاذه شاديه، اول حاجه كانوا بنعملها ايه زمان الاولاد اول ما 3 سنين 4 بيودوهم الكتاب علشان يتعلموا قران وكتابه وقراءه. بعد كده بقى بيوجهوهم بقى، هيودوهم ازهر، يودوهم تعليم عام، مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم في الاساس كان عند كل الدنيا او كل الناس هو حفظ القران الكريم. حفظ بس يا استاذه شاديه. لكن ما اجيش مثلا على طفلي واقول له بقى يعني لازم افهمه كل ايه، لا هيبقى حفظ بس. لا هو اصل هو الحفظ بعد كده اصلا انت بعد شويه انت بتعرفيه. هو لو اصل الطفل هيسال يعني ايه الايه دي، يعني ايه الكلمه دي. تمام. فلازم الام، لو الام هي مش قادره تقوم بالمهمه توجه بقى الطفل للشيخ او شيخه اللي هم، علشان لان الطفل استحاله يسمع كلام الام او الاب. لا ده نهائي. ماشي. فهو علشان يوجهه صح ويوصله للمرحله دي يديه بقى لمعلم.
يودي له معلم هو اللي ايه اللي يتولى هذا الامر عشان يطلع بنتيجه كويسه. أكيد. اصل ابني هيجي يتدل عليا النهارده لا مش عارفه ايه مش هحفظ فعلا. مش هسوي فيبقى انا اعمل ايه اوجهه للمعلم علشان هو اللي يتولى هذا الامر عشان بعد 4-5 سنين الاقي نتيجه فعلا سليمه. في حاجه كمان يا استاذه ايه لسه دلوقتي حاضره في ذهني ان حصه التربيه الدينيه في المدارس ما بقتش زي الاول. ما بنجيش احنا نذاكر الدين قبلها بيوم فاولادنا مفتقدين الحته ديت ان هم عاوزين يعرفوا السور اللي في القران عايزين يعرفوا لا طفلي بيسال كتير طفلي بيسال كتير خصوصا لو انت قرات له مثلا اي حاجه في القران يعني ايه تمام. وانا يعني كمان انا عايزه انبه على الام الحاجه الوحيده اللي ممكن تعلمها له هي سوره الفاتحه دي اساس للام لازم تعلمها للطفل ليه بعد كده الطفل هيصلي بهذه الصوره طول حياته فشوفي بقى الاجر اللي هي هتاخده على سوره الفاتحه اللي هتعلمها لابنها سوره الفاتحه بس اللي هي ده اساسي اساسي اول ما ينطق علمي سوره الفاتحه وعلمين احنا لازم نصلي الخمس صلوات بهذه الايه الصوره تمام فلما تعلمها له وتبقى انت السبب في تعليمه هذه يكفي بس انت تعلمي ايه سوره الفاتحه فقط لغير لما تتعلم خلاص ده بيصلي طول حياته من اللي علمتها له مين امه تمام. طب استاذه شادي احنا بنتكلم على تعليم الطفل القراءه عندك الكبار طبعا ذهنهم مش فاضي بمعنى اصح تبقى صعبه جدا عليهم هم يحفظوا القران على فكره بصي هقول لك على حاجه الحفظ ده مش محتاج عمر خالص هما بس في هقول لك اللقطه الاولانيه بتبقى عند الطفل اكتر عشان هو ذهنه فاضي ما عندوش مشاكل ومشاغل وافكار والكلام ده كله لكن هو فعلا العمر ما فيش فيه عمر للحفظ ما فيش عمر للكلام ده كله ممكن في الستين والسبعين بيحفظوا ما شاء الله لا قوه الا بالله وبيحفظوا كويس جدا تمام بس هو ايه عايز اصرار عايز عزيمه عايز دعاء عايز تضرع عايز ان انت فعلا تكوني حتى هدف امامك الهدف ده لازم توصلي له لو انت حاطه قدامك هدف هتوصلي له بس طبعا مع ايه مع الاخذ بالاسباب ان انا مش هيبقى قدامي هدف وانا مكسله او انا كبيره انا عندي مشاكل انا عندي حاجات في دماغي حاجه مع الطالون تمام لا انا الاعذار دي هي اللي هتعطلني لورا لا انا عندي اعذار وعندي حاجات وعندي مشاكل وعندي كل حاجه بس استعيني بالله سبحانه وتعالى وخدي بالاسباب وخلي عندك بقى اصرار وعزيمه ان انت توصلي لهذا الهدف. تمام. هو هدف سامي، حفظ القران ده اغلى واشرف طبعاً. هدف. كلنا بنتمنى ان احنا نتمنى ان احنا نواظب على الموضوع دوت لان بجد لو الطفل فعلا حفظ القران اكيد هيطلع انسان الأخلاق. سوي. أيوة. وانسان سوي كل حاجه، الأخلاق. عارف كتاب ربنا، عارف المبادئ اللي هيمشي عليها. بصي تعليم القران هو كانك بتعلمي ابنك بالظبط اخلاق يعني بصي هيخاف انت هتخافي هيبقى عارف ان هو شايل كلام الله سبحانه وتعالى في قلبه تمام فهيخاف الف مره قبل ما يعمل اي غلطه طبعا. استاذه شادي عندنا كتاب رساله الى ولدي اللي هو الكتاب المليان نصائح للرجال وطبعا كان عليه انتقادات كتير جدا ايه عامل دوشه ايه سبب الانتقادات بقى والله مش عارفه هو انا مش عارفه حضرتك احنا هنقول لا ناصفه الستات هو النساء الكتاب ده بس لا والله هو الكتاب هو بصي هو انا عندي ثلاث اولاد طبعا يعني مش اولاد انا عندي الاولاد وبنات بس عندي ثلاث اولاد اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اشوفهم في جنات النعيم هم وبناتي طبعا بس ازاي يعني انا مش عايزه ابني يجي يوم القيامه شيك ومايل تمام الشيك المايل هنا مش لازم يكون متجوز عليها لا تمام لكن هو الشك المايل هنا ان ممكن يبقى متزوج واحده فعلا واهدر كل حقوقها هتقابل ربنا ازاي بشك ده هتقابله بايه بشك مايل تمام فانا من خوفي على اولادي لان انا شايفه المشاكل الكتيره اللي في الدنيا وطلاق ونسبه مشاكل كتيره جدا في الحياه وممكن يكون فيها ظلم واقع فعلا على المراه اكتر من من الرجل بيحصل فانا حبيت ان انا فعلا انا بقول رساله لولدي انا بكلم ابني في الكتاب مش ابني بقى كل ولد مسلم ابني تمام فانا عامله رساله لكل رجال العالم واهديتها الى اولادي احمد ومحمد ومحمود تمام انا عايزه اولادي فعلا مكتوب في الكتاب اسمهم انا كنت لسه اسالك اهداء اولادي تمام ان انا اهدي الكتاب ده طب ايه معنى الكتاب انا قلت له طب تعالى بقى علشان قبل ما تدخل تتجوز انا عايزه اعرفك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع المراه ايه هي المراه في الاسلام وضعها ايه
تمام، عشان ما تهدرش حق هذه المراه او البنت اللي اهلها ربوها في الاخر جابوها لك. معلش هي مش جايه علشان تاكل وتشرب، ما كانتش جعانه عشان تيجي تاكل وتشرب، طب مش لاقيه سرير تنام عليه، كان عندها يعني كانت عايشه حياه كريمه، فما جيش بقى واحد تاني ياخدها ماشي ياثر على هذه التربية والنشر كويسة. والبنت بقى بدل ما كانت رايحة علشان فتح صدرها لحياة وأسرة وفعلا هيبقى لها حياة ومملكة، تلاقي نفسها اتدمرت نفسيا وفي الآخر مضطرة تعيش علشان المأوى، فعلا عشان خاطر عيالها المأوى، وفي الآخر عشان الولاد، عشان الولاد هم أهم حاجة. بس الفكرة دي غير سليمة، أنا مش هدمر حاجة. في ناس مبدأ ماشية بالمبدأ ده كتير قوي. بصي يا أستاذ أيه، بصي هي المرأة عموما بتتحمل كتير جدا اكتر من الرجل، تمام؟ هي الست عندها العاطفة غالبة عن العقل شوية عن الرجل، ماشي؟ امال هو ربنا سبحانه وتعالى كلف الرجل بالقوامة ليه؟ تمام، هو فاكر ان القوامة، للأسف بعض الرجال فاكرينها ان هي تشريف، لا هو تكليف. القوامة دي تكليف، ان انت تاخد بالإنفاق على هذه المرأة وإدارة هذا البيت اداره بايه، بحكمه، مش بقى بظلم واستبداد وان انت رجل قوام والكلام، لا 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 طبعا. ما ست ممكن تشتغل بتجيب فلوس والكلام ده كله، التربيه يا استاذه شاديه، نعم، بتبتدي من تربيه الاب والام، يعني لا هاتي لاخوكي كذا، لا مش، فدي بتبتدي من الظلم، ان انا بفضل الولد عن البنت. لا هو ما فيش اب ولا ام بيفضل ولد على بنت، لا لا في كتير جدا، ممكن يعني هي قاعده شاذه شويه، بس هو هقول لك على حاجه، هقول لك هي ما فيش تفضيل، هو ممكن الاب والام عارفين نوعيه الاولاد لله المثل الاعلى، احنا هو خلقنا وعارف كل واحد طبيعته ايه، اكيد صح كده. طيب الاب والام برضو في البيت هو رب الاسره وهي ربة الاسره، فانا خلفت ابني مثلا الاولاني وعارفه طبيعته ايه بالظبط، طبيعته هيتحمل مسؤوليه ولا لا، بعد كده الابن اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وهكذا لحد مثلا ما جيت سته، تمام. انا عارفه بقى في ولادي مين اللي هو بيقدر يتحمل المسؤوليه وممكن اللي انا اقول له من غير ما احس ان هو هيتضايق مني، فاهمه؟ انا مش عايزه احط ابني في 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 في, في مساله عقوق، ما انا لو قلت للابن اللي هو مش هيعمل يبقى انا كده ايه دفعته ان هو يبقى عاق، وانا مش عايزاه يبقى عاق. فانا لما بقول ايه اعملي كذا كذا كذا، انا عارفه ان ايه هتعمل ماشي وهتيجي على نفسها، بس مش كرها فيا، هو حب فيا، حب لكن انا عارفه ان هي جايه على نفسها، تمام. لكن لما اجي اقول مثلا ايه معلش يا هند اعملي كده، هي مش عايزه تعمل، ولو عملت غصب عنها يبقى انا كده ايه يعني انا دفعتها للعقوق، تمام بالظبط، تمام. اللي ربنا بيحبه من وجهه نظر سليمه جدا، امه بتنادي عليه فعلا، بس ده الخلاصه، فعلا دي الخلاصه اللي ربنا بيحبه امه بتنادي، ايوه فعلا. بس يا فلان تعالى اعمل، مش فكره ام تنادي عليه، لا انا مش برضه مش فكرتي كده، الفكره ان الولد من هو صغير تقوم البنت وتخلي الولد، لا ساعدوا بعض، ايوه لا لا ما هو واجب، لازم التعامل، ايوه ما هي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها، والاسباب عشان عادتنا، ايوه لا ايوه عادتنا اللي احنا اتربينا عليه، البنت اللي بتعمل والولد قاعد، كل حاجه هو قاعد مش عايز يقوم، مش عايز نفسه فعلا، ده فعلا بيحصل، أيوة. دي فكرتي ليه؟ لا انا من بدايه علشان احنا اتعادت، لكن هي فعلا اسلام وشريعه ان الولد يقوم يساعد ويعمل، الرسول كان بيساعد، الرسول بيساعد وكان بيساعد كل حاجه، بيساعد سيدنا فاطمه في كل حاجه، المفروض الولد كان يشيل الطبق، عايز يعمل حاجه قوم يعملها لنفسه، ده ما فيش فيها عيب، لا في بعض الرجال بقى او الازواج، لا الولد ما يعملش حاجه، اقعد قوم اعمل طبعا، ده اساسي، انت بتعمل معايا، انت هتعلمي ايه اللي بيخلي الولد ان هو كمان يتربى على كده، وبعد كده نفس المعامله هيتعامل معاها ايه مع زوجته. بس دي غلط يا استاذه شاديه، ما هو كده غلط، يعني دي غلط، انا عندي برضو بنتين وولد، برضو ساعات برضو بحس لا انت ما تعملش حاجة، انت ولد انت ازاي تتعود على كده، لا لا ما ينفعش، طب ليه ما هقولك على حاجة، معلش هو الوقتي هو اخته الوقت بتخدمه بتعمله، معلش لا اخته الوقت هتتجوز، يعني اتجوزت الام مثلا جرى لها جرى لها حاجة في الاخر، البنت تبتدي تبهدل ليه في وسط الاخوات دول، ما هم كلهم يساعدوا بعض، تمام، فمحدش عارف ايه اللي بكرة هيحصل فيه، فهو المفروض فعلا احنا نربي اولادنا ان الولد لازم يساعد نفسه،
يقوم يخدم نفسه، يقوم يعمل لنفسه، ما فيش مشكله لما يقوم يعمل لنفسه بطين ياكلهم لو هو جعان، صح، ما فيش حد فاضي، ما فيش مانع ان هو يقوم يملي ازازه في بطن يحطها في الثلاجه، ايه المشكله يا جماعه؟ والله يعني اللي هي الحاجات البسيطه، يعني احنا بجد العادات اللي احنا تربينا عليها هي اللي عملت فينا كده، وحصل مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، مع ان البلاد بره ما بيعملوش كده. نعم، يعني احنا الشعب الوحيد اللي احنا عندنا برضو هنا بره كله بيساعد بعض، وكمان يعتبر اكتر المدينه حتى اللي هم الوجه القبلي اللي هم الصعايده والارياف اتعودوا هم يعاملوا البنت على كده. تمام، فالعادات اكتسبناها من بعض. انا ام صعيديه، هي اتعودت ان هي تعمل كده، ابويا كذا وهكذا، انت فاهمه؟ هو بقى عادات وتقاليد، لكن احنا بقى يعني المفروض يبقى في الجيل اللي جاي، الجيل الجديد، احنا نربيه على ايه؟ على حاجه جديده، علشان برضو ايه؟ نتفادى المشاكل اللي حصلت واللي بتحصل. تمام. استاذه شاديه، بنسمع كتير قوي الفتره ديت عن مشاكل الطلاق، بيبقوا لسه متجوزين يا استاذه ايه، ما بقالهمش شهر وشهرين، وبنسمع ان هم اتطلقوا، بيبقوا متجوزين. ايه اسباب الطلاق واسباب كتير؟ بيبقوا كمان متجوزين ايه يعني، بيبقوا متجوزين من عندهم مثلا 25 سنه جواز، واولادهم بسم الله ما شاء الله كبار ومتجوزين وجدود، وهوب ده فلان طلق فلانه. طب ايه السبب حضرتك؟ احنا عايزين برضو نعرف السبب. بس هو الاسباب كتيره، والموضوع اصلا كبير جدا وشائك، استحاله ان احنا مثلا نخلصه في حلقه ولا حلقات. تمام، لكن هقول لك على حاجه، هو في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان كره منها خلقا رضي منها ايه اخر. الامام السعدي رحمه الله فصل الحديث على عامه الناس، اللي هو قال لك ايه؟ طب الحديث ده هو يعني شرح جميل جدا، خلص يعني جاب الخلاصه بتاعه المشاكل اللي احنا فيها واللي احنا بنقع فيها وبسببها الطلاق. تمام، مش هندخل بقى في حاجات كتير، لان انا هجيب الخلاصه بتاعه معنى الحديث على الناس، مش هقول بقى علشان ما اقولش انا منحازه للمراه ولا منحازه، لا ده هو الوقت بيقول الناس هنا ثلاث اصناف. الناس ده هي رجل وامراه. تمام، زوج وزوجه. تمام، اخ واخ، صديق وصديق، مدير وموظف. جابك بقى المعامله بتاعت الناس، قال لك ثلاث اصناف، اعلاهم درجه، وده اخذ درجه الكمال. الكمال مش العصمه، بتكلم عن الكمال مش العصمه، علشان ما يقولوش ايه يعني كمال. في درجه الكمال، يقول لك هو بيتعامل ازاي هذا الشخص، سواء بقى مراه او رجل او صديق او زوجه او زوج، ان هو ما بيشوفش عيوب اللي قدامه خالص، بيتعامل مع هند، بيتعامل مع اي على مميزاتها فقط، سواء بقى زوج لزوجته، سواء صديق لصديقه، سواء مدير لموظفه او موظف للمدير، والعكس، والاخ مع الاخت، والكلام اللي هو بصي مش شايف العيوب، هو بيتعامل بطريقه اللي هو الايه المغمي. لا هو ده اللي واخد درجه الكمال، يعني اللي هو مش شايف، هو عايز يكسبك مش عاوز يخسرك. فبيتعامل معاكي بمميزاتك، مش عايز يشوف العيوب، مش عايز يشوف عيوبك، عيوبك كلها بتغضبها، بيتغاضى عن كل العيوب اللي فيكي. ليه؟ عشان هو شريكي، سواء بقى زوج، سواء اخ، سواء صديق، سواء مدير، سواء موظف، سواء حلو كويس ان هو يشوف المميزات ما يشوفش العيوب. أيوة، طبعا اللي هو ده اللي هو واخد درجه ايه؟ الكمال، مش شايف فيكي غير ده طيبه، ده حنينه، ده والله ده بتحبني، ده والله ده بتطبخ اكل، ده اللي هي ده بيوصف بصي في المميزات فقط لا غير. اما العيوب دي نرميها على جنب، ليه؟ عشان هو عايز يعيش حياه بعيدة عن المشاكل، عن التناغصات، عن الحاجات اللي بتوجع القلب اللي تخليه نايم متقدر. هو يا استاذه شاديه كله مليان عيوب، يعني مفيش حد مفيش حد. انا بندور على ده اصلا، بس ده شخص بقى اللي هو ايه، عايز يعيش حياه علشان من غير امراض، من الاخر يعني. تمام، طيب ادناهم بقى، هنقول الفلوس ادناهم، ده بقى عافانا الله وعافاكم منه، شايف العيوب ده، بصي كلها. مش شايف فيكي ولا ميزه. تمام، مش شايف اي حاجه، بيتلكك لك على التافهه. تمام، ما بتعمليش حاجه حلوه، لو عملت له صوابعك العشرة شمع مش شايفهم، هو شايف العيب اللي فيك فقط لا غير، ده بل بيكبره ويضخمه ويخليه بقى حاجه فظيعه، وطول النهار وجع دماغ وداخل خارج ولا طايق مهما تعملي، ما فيش. والله انت لو عملت له ايه؟
ماشي، هو مش شايف غير العيوب فقط، هو مش شايف غير العيوب، ده انسان لا يطاق، ده انسان يعني بصي ما عندوش رضا، بيكون مكروه من الكل. لا لا ما عند... لا هو ما عندوش اصلا رضا، هو شايف نفسه ان هو احسن من الكل، واخده بالك؟ وكده ما فيش رضا، ما فيش سلام داخلي، عنده نقطه العجرفه، الصليط، مش شايف اي حاجه غير العيوب بتاعت فقط اللي قدامه. ما انا بقولك سواء بقى موظف، سواء مدير، سواء زوج، سواء زوجة، اي حاجه، اي حد بقى من الناس، يعني انت هاتيها على الناس دي كلها، تمام؟ اللي هو بقى اللي في الوسط، اللي بين اللي الحلو قوي اللي هو واخد درجه الكمال، وبين اللي هو بقى عفان الله منه، ده اللي هو شايف عارف عيوبك ايه ومميزاتك ايه، وبيتعامل معاكي بنفس الطريقه. إيه، اديتي له الرأي الحلو بيديك الرأي الحلو، عملت له مش عارف الند بالند، ايوه الند بالند، بس ده حرم بقى ايه مرحله الند بالند، ده حلو، ده حلو كويس، لكن هو ايه اللي هو ايه منصف، لكن اتحرم من ايه ان هو واخد مرتبه الكمال، تمام؟ فهي المشاكل الزوجيه بصي يعني كتيره جدا، والكلام عليها كتير جدا، لكن انا قلت ايه اختصرها في هذا الصنف من الناس. اذا كان بقى واخد درجه الكمال، عايز يعيش في السلام، عايز يعيش فعلا بصدر، اصل الحياه ما عادش متحمله، فجاه تلاقي واحد مات الصبح، لا ما اعرفش ايه اللي خدناه، ايه الواحد هياخده من كل ده، تمام؟ ليه فعلا انا اخويا ليه اخسره علشان عنده عيب، اختي ليه تخسرني علشان انا يا ستي عندي عيب؟ ما فيش حد هيبص، لو كل واحد بقى فيه عيب وهنخسره مش هيبقى لنا اي حد خالص، هنبقى مقطوعين، تمام؟ فهي لازم نمشي حياتنا كده، يعني ايه يعني طيب معلش فلان رغي، ايه يا ستي استحملي رغيها، ماشي إيه والله إيه فلانه مش عارفه بتتكلم شويه، يعني معلش إيه المهم فيها ايه؟ طب ما تبصي تعالي هات الكوبايه دي وبصي للكوب ايه، ما تبصيش في الفاضي، بصي لنص المليان. بس في الاخر بيرجع ليه؟ بيرجع ان الولاد هم اللي بيخسروا، هي بصي هقول لك الولاد هم اللي بيخسروا، مش كل ده مش الولاد اللي بتخسر يا حبيبه قلبي، اقول لك على حاجه، اللي بيخسر في كل الموضوع ده كله، هقول لك على حاجه، مفيش راجل بيتنازل، معلش مش انا بقول هما معقوله مفيش راجل بيتنازل، لا مفيش راجل، لا مفيش راجل بيتنازل، مفيش راجل بيتنازل، اللي بتتنازل دائما بعد بقى الدوامه اللي هي عايشه فيها دي الام، هي الام. بصي ممكن تتحرم من كل متع الحياه لما تقعد تبص لاولادها وتحس ان اولادها دول هيضيعوا منها، أكيد. وهو بقى ممكن يجي ايه كمان يضغط ويقرفها في حياتها علشان انا عاوز العيال واحرمك من العيال، مش هديهم مصاريف، مش هديكي مش عارفه، بس في قانون، في قانون لكل ده، مفيش حاجه اسمها قانون. بص اقول لك على حاجه، بصي هي فعلا والله مفيش في المواضيع دي مفيش قانون، بص اقول لك على حاجه، معاكي فلوس هتعملي كل حاجه، لا لا وهقول لك على حاجه كمان، الام الست اللي هي المحترمه واللي مش عايزه اولادها ينتقصوها من عين، حتى لو كان الزوج ظالم، مش هتروح تشتكي الزوج ده وقدام اولادها وتحط نفسها في الوضع ده. ان شاء الله يا استاذه، هو في بيعمل كده، هو ظالم ومفترق، معلش بس في الاول او الاخر ايه، ابو اولادي، ابو اولادي وشايلين اسمه، احترامي ليه بس ما يجيش قوي، يعني مش للدرجه، شايلين هم شايلين إيه، خلاص هو ده نصيبه وشايلين اسمه، انا هعمل ايه بقى؟ ماشي، فانا إيه والله بيجي لي على طول مشاكل، وطب اعمل ايه؟ وعايزيني اقعد انزلها واعملها حكايات في اليوتيوب إيه اللي هي طيب ايه الحل؟ فانا قلت لهم والله انا مش مع الطلاق، انا مش هقول لك روحي اتطلقي واخرب بيت، في الاول وفي الاخر الولاد دول في الاخر هم مسؤولين منك، ماليش دعوه بقى بالزوج، انت امام الله سبحانه وتعالى انت هنا مسؤوله عنهم، يعني اصل بص هي اللي بتشتغل وهي اللي بتتعب وهي اللي بتسهر، الزوج يعني الست عليها حمل كتير جدا، حمل وولاده والام وسهر، مفيش رجل بيسهر على طفل عيان، مفيش حد بيتألم اكتر من الام لما ابنها بيعيا، وبالتاني ربنا جعل الجنه تحت اقدام الامهات. الرسول صلى الله عليه وسلم، طب اقول لك على حاجه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ده خير البشر وخير الرجال، لما اتكلم واحد بيقول له من اولى الناس بصحابتي، وده بقى الرسول رجل هو وخير الرجال على الاطلاق، تمام؟ قال له ايه؟ امك. قالوا ثم من؟ استاذة شادية، نعم اتفضلي، معلش والله الوقت خلص. طب قبل ما الوقت يخلص ازاي التواصل مع حضرتك؟ هو يعني اليوتيوب والرقم بتاعي موجود على اليوتيوب برضه.
شجعان. العربي ولا انجليش؟ لا عربي. عربي. تمام تمام. طبعا الارقام بتاع حضرتك موجوده على الشاشه اي حد يتواصل مع حضرتك. يتواصل مع حضرتك هتواصل ان شاء الله. بشكرك استاذه شاديه، حضرتك نورتين النهارده في البرنامج واستفدنا بجد معلومات كبيره قوي عن كل حاجه، ونتمنى ان شاء الله نكرر الحلقات دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا انا بتقدم بخالص العزاء للدكتور محمد الدالي من قصه برنامج اسرار الحياه، ربنا يرحمه ان شاء الله ويغفر له. تحبي تقولي حاجه يا استاذه ايه؟ اه طبعا، بخصوص الكورونا واللي احنا بنتكلم فيها دايما، يعني اولادنا في الثانويه العامه واخواتنا في الثانويه العامه، فياريت بلاش الاخبار دايما كورونا كورونا، لا لازم نخفف عنهم، كفايه ضغط الامتحانات ان شاء الله. ربنا يوفقهم يا رب، ورحمه الله على الاستاذ محمد، وربنا يرحم موتانا وموت المسلمين. بشكركم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده ان شاء الله مع اسرار الحياه السبت القادم الساعه 11 ان شاء الله.